بتعمل اه؟ قلت لك لا، ومع هيك انت رايح تحضر عرس ابنك ريشي؟ ريشي ابني، ولاكشمي مثل بنتي كمان، لازم سلمها لعريسة. معقول؟ انت شو مشكلتك معه؟ هل قد عيونك مغمضة وما عم تشوف ولا تفهم شو عم يصير؟ طلع منيح، شوف شو صار بهذا البيت، اتفككت العيلة وانقطعت الروابط كلها بسبب هديك البنت السيئة، كل عيلتنا فرطت، ومع هيك انت عم تقلها بنتك؟ وغير هيك انت بدك تسلمها للعريس؟ معقول؟ عم تسأليني ولا عم تخبريني؟ إذا عم تسأليني فبقدر جاوبك، وإذا كنت عم بتخبريني فهمتي ما هيك؟ إذا ما بدك تحضري عرس ابنك فيك تحضري عرس بنتنا، وأنا عم بعزمك تروحي. هاي مو بنتي، هاي مو بنتي نهائياً، هاي عدوتي، هاي عدوتي الوحيدة بهذا العالم. عم تسمعني بريندرا؟ لأنه لو كنتي نيلام أوبيروي فهذيك البنت ما كانت خطفت كبريائك وخطفت ابنك اللي من لحمك ودم وقدام عيونك وانت عم تتفرجي. لاكشمي أخذت ريشي منك قدام عيونك. خمس ملايين ولازم نقتلها. اتصلت فيني مرة من شوي وبعتت لي هالصورة، قالت لي إذا قتلناها رح ناخد 5 ملايين. ما حدا دفع لنا هذا المبلغ من قبل، مين هي؟ كأنها معروفة أو شايفة من قبل. هي صح شفتها مع ريشي أوبيروي مرة، ريشي أغنى واحد بهي المدينة، بس هي مو مبينة مثل غنية. نحنا شو دخلنا؟ وشو بيهمنا؟ كل اللي بدنا إياه هو 5 ملايين. وأنا مستغرب إنه ليش هديك المرة بدانا نحنا اللي نقتلها. مثل ما قلت، نحنا ما قلنا علاقة بكل هي الشغلات، أنت بس ركز على الشغل وركز لي على الملايين. نحنا شو بيهمنا إذا في حدا عطانا مثلا أخوها أو أختها، أبوها أو إمها، مصاري لنقتلها. ماشي ماشي، هلأ المهم أنك تتأكد من المرأة، ما تكون نصابة لأنه المبلغ كتير كبير. لا تخاف منا، هلأ رقم حسابي صار مع المرأة فورا، بس يوصل المبلغ ويصير بحسابي رح نقتل هي البنت ونهرب من هون. انتو الاثنين كتير طالعين حلوين. حلو، قعدة التصوير لساتها مكملة لهلا؟ اسمها جلسة تصوير مو قعدة تصوير. اسكتي، شو بدك تعلميني كيف رح احكي؟ انا صح مو متعلمة بس بعرف احكي، لا تصلحي لي. قعدة ولا جلسة، المهم هي النتيجة هلا. نسيتيني شو كان بدي اقول. وهلا شو؟ عندي شوية شغل وبدي احكي معهم. شوفوا، بدي اياكم تسمعوني منيح شو رح اقول. انتوا رح تتزوجوا بعد كل المتاعب يلي واجهتكم، وهيك رح تصيروا احلى عشاب بالعالم. شو قالت؟ يلي بتقصده مرت عمي انه انتو اتنين تصيروا عشاق. ايه صح، نفس الشي. طيب كنت عم قول انكم رح تتزوجوا اليوم بعد كل المشاكل يلي صارت، وانا مو شايفة اي مشاكل اليوم، لهيك حبيت اهديكم هدية لإلكم من الدير، وهالهدية مو عادية رح تعجبكم كتير كتير. هاي الهدية بتنهدى بكل عرس بصير حسب عاداتنا، وطبعاً وقت تلبسها بإيدك ما فيك تروح لأي مكان تاني، لازم تجي فوراً على العرس وتقعد، وما فيك تشيلها من إيدك حتى تتزوج وتخلص. فهمتوا ليش جبتها؟ إيه فهمنا خالتي. شكراً كتير لإلك لأنك فكرتي بلاكشمي وفيني، عن جد يسلموا. معقول؟ أكيد لازم فكر فيك، بالنهاية أنت رح تصير صهرنا وأنت نور عائلة أوبيروي. نعم؟ يعني أنت منيح وانت بتحبها للاكشمي كتير، ولازم اعتني فيكم وحطكم بعيوني، لانه اذا ما اعتنيت فيك اكيد ما رح تتطلع فيني، مو هيك؟ مرت عمي ما فيها تقولها بشكل مباشر لانه من عيلة غنية وعم تدلله، شايفك كيف عم تهتم فيه؟ شالو ما هيك، كتير منيح يلي عم تعمله. لا مو هيك خالتي، صار كتير شغلات معنا منيحة وسيئة، اكيد مستحيل انه انا ما اتطلع فيكي بالمرة. قصدي أنا كيف ممكن أنساكي أو ما أطلع فيكي وساعدك؟ بس في ملاحظة واحدة، أنت كيف اعتنيتي بلاكشمي؟ أنت تفضلتي علينا فيها
ورح اوفيكي هذا الفضل ورح اعمل اي شيء كرمالك. هلا صار لازم نروح، قرب الوقت ولازم نرقص كمان. يلا اي خلاص ماشي ماشي، استني اول شيء خليني اربطه. رح تتزوجوا اليوم يا حلوين؟ استنوا، هذا العرس اكيد رح يكون بجنة. شو؟ واكثر من هيك، المهم انه يصير ويمرق على خير بلا مشاكل، ورح تكونوا انتوا الاثنين مرتبطين ببعض قدام الكل للابد. يلا نمشي، يلا مشان نرقص. يلا يلا ايه هذا يلا يلا لازم نرقص فيه. يلا اول شيء نحن رح نروح لعند ريشي، بعدين منروح مطرح ما رح يكتبوا الكتاب. ايه خالي. نعم. انت غيرت ثيابك؟ كأنه بده يجي حدا يشوفك هنيك، رح تشوف حدا لهيك تأنقت. لا شو هالحكي ولا شيء، ما عجبني شو كنت لابس وما حلو، لهيك غيرت ثيابي كلياتهم. و شو قلت؟ شو صار؟ أه؟ أنا؟ شوف شي حدا شو يعني؟ ها؟ لا تتجاوز حدودك معي، أحسن ما أضربك. ها؟ اليوم معه الحرية، لو إجت معنا نيلام كان أحسن. يا أمي هي ما قبلت تجي، وأنا كتير حاولت، حاولت كتير بس ما كانت تقتنع، هي عنيدة، شو أعمل فيها؟ بس هيك ما بصير، رح تكون فرحة ابنة ناقصة. لحظة شوي، لا ستي لا تزعجي حالك، استني، أكيد قريباً رح يتصالحوا. هذا اللي منتمناه من قلبنا أيوش. لا تفقدي الأمل أبداً ستي، لكشمي رح تصالحهم وبتشوفي، لا تنزعجي، اليوم لازم الكل يفرح، هذا يوم كبير كتير، كل شغلنا اللي اشتغلناه رح يجيب نتيجة بعد طول انتظار وتعب. ريشي ولاكشمي رح يتزوجوا أخيراً، هن رح يصيروا مع بعضهم، ما رح ينفصلوا، حتى أني بقدر اسمع صوت الموسيقى وكأنه صوت الفرح عم يطن. اسمعوا ها، اسمعوا معي صوت الموسيقى. بابا ماما وينها؟ وانتي بنت حمالة اخي واخت مرت اخي، شو ما رح ترقصي؟ هذا عرس اختي. شو مشانك؟ أنا برأيي يلا ورجينا رأسك الحلو يلا لشوف. طبعاً أنا عائلة العريس بأكمله، وهلأ رح ورجيك الرأس على أصوله. يلا